وإلى أخبار اتحاد الكرة ومنتخبنا الوطني، حيث وقع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عقودا ودية لمنتخب مصر والبرتغال رسميا، وتقام المباراة يوم 23 مارس المقبل في مدينة زيرخ بدولة سويسرا. وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن العقود تم توقيعها وسيعمل على الانتهاء من كافة ترتيبات سفر وإقامة المنتخب لتذليل أي صعوبات أمام الجهاز الفني.